واخا كاين الاجواء ديال المهرجانات، اذا لابد هذا اللقاء الحزبي نتحدثوا على امور حقيقيه واقعيه. صندوق التكافل العائلي هو واحد الآلية مؤسسية مهمة لترجمة الاستراتيجية الملكية الشاملة للعناية بالنساء وبالأطفال في وضعيات صعبة لمواجهة الفقر والعوز وكل أشكال الهشاشة. إذن جاء هذا الصندوق التكافل العائلي في ضمن مبادرات أخرى ومؤسسات أخرى، جاء لترجمة هذه الاستراتيجية المولوية. قمنا بتوسيع الفئات المستهدفة من هذا الصندوق والمستفيدة من خدماته لتتوسع، ما تبقاش فقط غير الأطفال في بعد انحلال العقد الزوجية، تكون أيضا الأم المعوزة، تكون الأطفال المتكفل بهم. أيضا عملنا على تبسيط كل المساطر لأنه كان الاستفادة من هذه المستحقات والخدمات يواجه واحد نوع من البيروقراطية. أصدرنا واحد دليل لتوضيح مساطر الاستفادة وتوحيد الإجراءات، ورفعنا من السقف المالي لكي يمكن المستفيدين من شروط العزة والكرامة والتمدرس في ظروف إيجابية. إذن أيضا اليوم هذه واحد الحملة ديال التواصل مع الجمعيات النسائية، وعملنا حملات أخرى للتعريف بهذا الصندوق وللتوعية، توعية الفئات المستهدفة بالحق ديالو من الاستفادة في هذا الصندوق. إذن في السنوات السابقة ما كناش كنستنفذوا حتى المبالغ المالية المرصودة لهذا الهدف، لأن الفئة المستهدفة كانت محدودة، لأن المساطر كانت معقدة، ولأن التواصل ما كانش. ف ملي تيوقع الطلاق لا قدر الله وكتوقع مشاكل بين الزوجين، يعني ما ذنب الأطفال أنه ما ياخذوش النفقة ويتابعوا الدراسة ديالهم؟ ما ذنب كذلك الأم المعوزة إلى جبرت نفسها في ظروف فقر شديد؟ مادا بالاطفال المتكفل بهم؟ فاذا هذا الصندوق هو الاليه مؤسسيه مهمه جدا باش توفر الحد الادنى اللي كيسمح لهاد الدراري يقراو، اللي كيسمح لهاد الاسره تعيش في واحد العيش ديال الكرامه. هناك صناديق اخرى، هناك مؤسسات. بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمراه، قررت الفيدرالية الوطنيه للمراه التجمعيه باش تكلم على مواضيع اللي كانت تقيس المرأة اللي هي في حاجة يعني في حالة صعبة، فغادي يكون عندنا التدخلات على ثلاثة نقاط، والنقطة المهمة هو صندوق التكافل العائلي اللي كنحسبوه حنا كوسيلة لتحسين كرامة المرأة، واللي جاء في سنة بقانون 2011 بعد التعليمات ديال صاحب الجلالة الله ينصره في سنة 2003، واللي كان عطى توجيه باش تكون سياسات عمومية خاصة بالنساء اللي هما في وضعية صعبة، ولا سيما النساء المطلقات والأطفال ديالهم اللي كيتشردوا. فهذا القانون عمل في من 2010 ل 2017، وفي 2018 السيد الوزير خدا قرار باش يعاود النظر ويقيم هذا الصندوق ويشوف الحاله ديال التطور ديالو، ومن صدر من تما قانون تعديلي اللي جاب ثلاثه ديال التوجيهات مهمه، هي توسيع القاعده ديال الاستفاد باش يكونوا اكثر نساء اللي هما في حالات يعني مستهدفين، باش يقلصوا ايضا من المساطر ويسهلوا اللجوء الى هذا الصندوق. غادي نطرقوا ايضا لهذا التطور المهم اللي عرفتنا بلادنا باللجوء المراه الى العداله، واللي احنا كلنا فخورين به. وغادي نتكلموا ايضا على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، واللي هو جد مهم ايضا باش نساعدوا النساء اللي هما في حاجه الى دعم. وحنا كفيدراليه وطنيه للمراه التجمعيه، من الاهداف ديالنا هو باش نعملوا بالقرب مع النساء في
جميع المناطق، لا في الجبال ولا في القرى ولا في المدن. والتغطيه اللي عندنا الحمد لله اليوم ب 12 الجمعيه الجهويه هي جد مهمه، وكتمكن من هذا العمل ديال القرب اللي هو جد مهم. اليوم مناسبه اننا بمناسبه اليوم العالمي للمراه اننا تلتقيوا اليوم جميع باش نناقشوا الوضعيه ديال المراه، باش نشوفوا الحصيله فين وصلنا، شنو دار شنو ما دارش. هذا اليوم هذا هي اننا فرصه غنتناولوا الموضوع ديال صندوق التكافل العائلي، واللي هو مشروع اللي جايبينه التجمع الوطني الاحرار، والهدف ديالو هو توسيع المستفيدين والفئه والشريحه اللي غادي تستفد منه. احنا كيف ما تتعرفوا وحنا عارفين كاملين بان هذا الصندوق راه كاين، ولكن للاسف لحد الان وصل واحد الحد ديالو اللي ماشي جميع الشرائح تتستفد منه. تنسمعوا المطلقات، تنسمعوا الارامل، تنسمعوا النساء العازبات، ولكن من تنجيو للواقع ديال هذا الصندوق تلقاو الفئه اللي تستفد هي الارمله اللي عندها الاطفال اللي ما تتعداوش السن 20 سنه. اي اونكور حتى بالنسبه لعدد الاطفال المستفيدين راه متحبسين لهم في واحد لا ليميت ديال 1000 درهم ما تيفوتوهاش. دونك المنحه اللي تتعطى للطفل هي 300 درهم، من تنشدوا هاد 300 درهم وتنقسموها على شهر راه تلقاوها هي 10 درهم في النهار، 10 درهم في النهار، وخاص يكون عندها طفل. اذا حنا بالمشروع ديالنا في التجمع الوطني الاحرار بغينا نهضوا بهذا الصندوق، بغينا الاستفاده توسع على جميع الشرائح ديال النساء اللي تيتوجدوا في واحد الوضعيه ديال الهشاشه والفقر، وبغينا نرفعوا حتى من المنحه اللي تتمنح لهاد الناس هادو، لان هذه فرصه تيبقى اليوم العالمي للمراه ان فرصه اننا ندفعوا بهاد الشريحه اللي هي واكله العصا للاسف، واللي هي تتمثل واحد البورسونتاج كبير في وسط المغرب ديالنا، اننا نوضوا ونزيدوا بهاد الناس القدام. 20 تولي جلالة الملك محمد السادس، وكلكم صغارا وكبارا كتعرفوا ان في هذه السنوات المغرب تغير جذريا.